السيد الرئيس، السادة الحضور، تعاون وتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ترسيخا لهيبة الدولة وعدم التهاون في استرداد حقوق وممتلكات الدولة كاملة، خاصة فيما يخص إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والبناء العشوائي المخالف والبناء على الأراضي الزراعية. عن هذا المضمون يحدثنا السيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، السادة الحضور الكرام، كل عام وأنتم بخير. أنا أبتدي الموضوع الأول، أحب أوضح بس جزئيتين، إن إحنا موضوع التعديات والمخالفات تزايد في الفترة ما عاد الألفية، من بداية الألفية بداية الألفية الثانية تزايد بصورة سريعة جدا بمعدلاته في بداية 2011 حتى وصلنا لغاية 2014-2015. توجيهات سيادة الرئيس، طبقا لتوجيهات سيادتكم أثناء افتتاح مشروع إسكان بشائر الخير 2 بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية بتاريخ 26 ديسمبر 2018، سعادتك وجدت وكان منهاج بالنسبة لنا وبإزالة المخالفات فورياً ومنع البناء العشوائي، فضلاً عن إزالة المخالفات التي تمت على بحيرة كينج بيرلز. يعد البناء المخالف وعدم تنفيذ قرارات تنفيذ الإزالة على مستوى الجمهورية ومحافظة الأسكندرية بصفة خاصة من أخطر القضايا في الوقت الحالي، نظراً لما تمثله هذه الظاهرة من تعدي على هيبة الدولة وسيادة القانون وتهديد مدمر للأرواح والممتلكات وشيوع وتنامي جو عام من الفوضى المجتمعية المدمرة. ولم تعد ممارسات البناء المخالف محافظة الأسكندرية قاصرة على بعض المقاولين من محترفي التعدي على القانون والالتفاف عليه، وإنما امتدت عقب 2011 إلى دخول أعداد متزايدة من المواطنين الذين ما كانوا يفكروا من قبل في ارتكاب أي خروقات للقانون، وإنما انجرفوا إلى مخالفات البناء بعدما وجدوا أن الظاهرة تمتد وتتنامى دون وجود رد فعال وسعياً لتحقيق مصالح شخصية سريعة. من أبرز الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة البناء العشوائي الاشتراطات البنائية في الإجراءات واستخراج التراخيص ومدة الترخيصة، عدم وجود مهندسين بمعظم الإدارات الهندسية في المحافظات، فساد بعض العاملين في الإدارات الهندسية، انتشار ظاهرة البلطجة نتيجة انفلات الأمني في خلال فترة أعقاب ثورة أعقاب يناير 2011، تحايل الملاك والمقاولين بتحرير عقود ورخص بناء لغير الملاك الأصليين نظير مبالغ مالية، الإشغال السوري للأدوار المخالفة لمنع الإزالة، تواطؤ مقاولي الهدم مع ملاك العقارات المخالفة ومحدودية المعدات المستخدمة في الإزالة، عدم قبول الشركات الكبرى الدخول في مجال الهدم بسبب المشاكل القضائية والاعتراضات. أنواع المخالفات وعددها أنواعها، بلغ عدد المخالفات البناء من يناير 2011 حتى ديسمبر 2019 ما يقرب 133 ألف مخالفة. بلغ عدد المخالفات من يناير 2020 حتى مايو 2020 1773 مخالفة. احنا فصلنا بين الجزئيتين دول يا فندم، لان احنا الجزء الاولاني كنا بنتعامل بشكل، الجزء الثاني بعد توجيهات سيادتكم بالتعامل بشدة مع المخالفات دي فكان ليها نتائج إيجابية مختلفة عن نتائج الجزء الاولاني. انواع المخالفات، ما بين بناء بدون ترخيص، تجاوز في ارتفاعات المباني بدون ترخيص، مخالفة خط التنظيم أو مخالفة ترخيص البناء ورسوم الكونكية فيها. دي توزيع سعادتك دي توزيعات إزالة دي قرارات الإزالة على مستوى الأحياء في محافظة الإسكندرية.
على ضوء القرارات سيادتك تفضلت ومشكورا وصدرتها، خدنا بعض الاجراءات ما بين اجراءات اداريه وقانونيه وما بين اجراءات تنفيذيه. بالنسبه للاجراءات الاداريه والقانونيه، تحسين اجراءات تقديم الخدمه بصفه عامه وخدمه الترخيص البناء بصفه خاصه، ميكنه دورات عمل الخدمات الحكوميه المقدمه للمواطنين في المراكز التكنولوجيه وربط المكاتب الاماميه بالادارات الخلفيه، تفعيل الدفع الالكتروني وتقديم الخدمات الاونلاين للتيسير على المواطنين، صدور دليل المواطن والجهه الاداريه لخدمه ترخيص البناء ببعض المحافظات، ودي ادت سعادتك لتقليل مده الترخيص وتسهيله بنسبه اكثر من 40%. صدور قانون رقم 17 لسنه 2019 للتعامل مع المخالفات القديمه وتعديلاته لسنه 2020، وتكليف المحافظين بقطع المرافق عن اصحاب العقارات الغير راغبين في التصالح او الازاله الفوريه. بالنسبه للاجراءات التنفيذيه، تم عقد اجتماعات تنسيقيه برئاسه دوله رئيس الوزراء مع الساده المحافظين، ومتابعه لهذه القرارات من وزير التنميه المحليه مع المحافظين وسكرتير العموم. انشانا وحدات تدخل سريع لتنفيذ الازالات الفوريه من المهد، صدور قرار بتكليف المحافظين بتحويل مخالفات البناء للقضاء العسكري، توافر معدات الازاله للتنفيذ الفوري، تنفيذ الازاله للمبنى بالكامل حتى سطح الارض، عدم ايقاف تنفيذ قرارات الازاله في حاله وجود شاغرين للمبنى، تحصيل تكليف تنفيذ الازاله من المالك، استمراريه اجراءات التعامل مع مخالفات البناء بصفه دائمه وليس وفقا لموجات وتنتهي. صياغه التراخيص ليكون العقد بين طالب الترخيص والدوله بما يضمن حق الدوله في مصادره المبنى حال المخالفه دون اللجوء للقضاء. ايقاف التراخيص الجديده بالقاهره الكبرى والاسكندريه والاماكن ذات الكثافه العاليه لحين دراسه توفير اماكن انتظار السيارات. جاري تنسيق لطباعه نموذج لعقود التراخيص بمركز الوثائق. ده رسم يعني دي مقارنه يا فندم ما بين الجزء الاولاني فيها الجزء اليمين اللي هو قرارات الازاله اللي كان عندنا 132 وما يقرب 133 الف مخالفه، تم تنفيذ منها 8638 بمعدل 7% بس، ده لغايه ديسمبر 19. مجرد سعادتك التوجيهات الجديده سعادتك اصدرتها بالتشدد والتعامل الفوري مع المخالفات، رصدنا في خلال شهر يناير حتى شهر مايو 1773 مخالفة على مستوى محافظة اسكندرية، تم تنفيذ منها 4402 مخالفة، وتم إحالة 282 حالة لمحاكم القضاء العسكري. عشان سعادتك هي بس فيديو دقيقة ونص، يبين بس أسلوب الهدم الجديد اللي هو احنا بدأنا فيه. يعني أنا بشكرك طبعًا، لكن أنا مش هنتفرج على بعد اذنك يعني طبعا. ومش هنتفرج المصريين على مخالفات بنهدها. مش يعني شايف ان احنا مش مناسب ان انا اعرض حاجه زي كده، يعني خليني اقول بس. لكن انا عايز اقول الموضوع ده احنا اتكلمنا فيه كتير خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، وبتكلم فيه مره ثانيه، والموضوع مش مرتبط بتوجيهات انا اقولها، ده عبارة عن شغل مؤسسة الدولة. يعني ده مش محتاج مني ان انا اقول لازم نزيله لغاية نزيل بشكل كامل عشان نعمل كده. يعني انت اول صورة حطيتها في العرض عندك كانت حاطة عبارة عن شايل البلكونات والجزء كده منها وخلاص. وده يعني عايز اقول ايه، بقت في ثقافة للتعامل مع الموضوع. يهد له بلكونتين يبقى نفذ الإزالة عشان يمضي ان هو نفذ الإزالة ويمشي والتاني يصلحهم وخلاص. ده كلام كان موجود ويمكن يكون موجود لغاية دلوقتي. عشان كده بقول ايه؟ بقول للمحافظ له سلطات، مش أنا اللي بديله السلطات. الدولة والقانون هو اللي بيوفر له السلطة. وبالتالي أنا لما بدي توجيه بقول فعل سلطاتك، مش بقول له اعمل ده او ما تعملش ده، فعل سلطاتك، انت لك سلطان. السلطان ده لازم يطلع،
يطلع ليه؟ لأن غير كده شوفوا الدولة دي مش هتبقى تبقى دولة بجد غير لو كل واحد فيها بينفذ القانون، رئيس الدولة ينفذ القانون، والمواطن البسيط ينفذ القانون، والفرد الشرطة ينفذ كلنا. غير كده هتبقى زي ما انتوا شايفين، اولا دي فلوس كتير جدا زي ما انتوا شفتوا كده، لو قلت بس في اسكندريه حوالي 1700 ازاله بكام، المواد البنى اللي اتحطت بكام، وتكسيرهم بكام، ما دي فلوس راح علينا كلنا، هي حتى لو كانت فلوس مواطن، لكن ملناش خيار تاني، ملناش خيار تاني. وعشان كده انا كنت قلت الكلام ده قبل كده وبقوله، مش بس ان العقد يبقى اللي هو الرخصه تبقى وثيقه، تبقى عقد، عقد فيه اشتراطات كتيره جدا جدا تتيح لك انك انت تتدخل في اي وقت تحس ان الموضوع مش مناسب. وقلنا حاجه تانية وبفكر نفسي وبفكر فيها الدكتور عاصم ودوله رئيس الوزراء، ان احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا يا جماعه خلوا الجامعات والمكاتب الاستشاريه اللي موجوده فيها والمكاتب الاستشاريه اللي موجوده في نطاق المحافظات تبقى مكلفه بمتابعه الشغل ده، وتاخد هي يعني المسؤوليه ان هي تتابع الترخيص وتتابع تنفيذه لغايه لما ينتهي، ويبقى عليها مسؤوليه قانونيه كبيره عشان مش طعنا في الاحياء ولا في الادارات الهندسيه اللي فيها، ولكن حجم العمل اللي موجود ضخم، وبالتالي هم مش هيقدروا يعني. وبرضو عشان كده بنقول دايما التخطيط المركزي لو امكن يبقى تنفيذ مركزي يبقى كويس، ولكن التخطيط المركزي اللي بقول للمواطن انت بتعمل مثلا في المنطقه ديت فيها 100 قطعه ارض، تعمل لكل قطعه ارض اشتراطات واجراءات، المواطن يخش ياخدها من اول لاخر. في حين انا لو جيت على 100 قطعه دول على سبيل المثال ورحت عامل لهم تصور بعدد الادوار بعدد الشقق في كل دور في القطعه كل قطعه، وطلعت للمواطن الترخيص موجود، الترخيص ايه موجود في طالع عمل مركزي تشرف عليه هيئه المجتمعات، تشرف عليه الجامعات، تشرف عليه المكاتب الاستشاريه. بقيت انا النهارده كمحافظ الاسكندريه عندي 1000 قطعه ارض لا يمكن اطرحهم الا اذا كانوا طالعين بترخيصاتهم، خد هذه الرخصه اهي اللي انا بقول عليها عقد دلوقتي، مش رخصه، عقد ملزم فيه كذا. مش ممكن يعني اول اي عماره من دول قولوا لي الناس هتركن عربياتها فين؟ فين؟ في حتى لو كان ده مش مخالف هيركن عربياته فين؟ احنا لما كنا شغالين في شرق القاهره وجينا عند المنطقه بتاعت اسكندريه بتاعت مصر الجديده بقى المواطنين يقولوا طب احنا هنركن عربياتنا فين؟ طب انا هسال سؤال، هو المواطن مش يسال يقول هركن عربيتي فين؟ ولا انا كدوله مسؤول ان انا اوفر له مكان ليه؟ لعربيته؟ لا انا مش مسؤول، انما مسؤوليتي تنتهي في ان انا اعمل تخطيط اتابعه يضمن للمواطن ده اللي بياخد الوحده السكنيه دي ان يبقى عنده مكان يركن فيه عربيته. امشي وانا بقول تاني لكل الناس بقى، لو سمحتم اتحركوا وشوفوا وانزلوا امشوا وسط الناس وسط البلد وانتوا هتجدوا العجائب. احنا وده والله ما يعني مش ملامة لحد، ده عيد وكل سنه وانتم طيبين، بس دي بلدنا يعني. لا 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 لا، احنا انا بمشي الاقي جراشات مقفوله وفي شوارع محترمه، ليه؟ ما هي معموله وكل واحد خد حقه، الراجل اللي اشترى الشقه والراجل اللي باع له خد حقه، يبقى الجراش يشتغل. انا مش ببعد عن الموضوع، بقول للمحافظ اعرف انت مين، بقول لمدير الامن اعرف انت مين، بقول للمأمور الاسم اعرف انت مين. الامن مش فقط انك تمسك مجرم او ارهابي، لا، الامن انك تمنع فاسد ان هو يفسد في الارض ويفسد في بلدك.
يبني على حرم الطريق. الا احنا لما كنا في المحموديه لقينا 35 جامع على حرم الترع، 35 جامع. ولما جينا نشيل قال لك انتوا بتشيلوا جامع ربنا ازاي؟ ازاي وانت ازاي تحط جامع ربنا على حاجه مش بتاعتك؟ ده ربنا غني عنك وعن ارضك كلها، يا تحط مظبوط يا ما تحطش. وبنينا الجوامع في مكانها للناس وكنايس. لكن انا بتكلم على ان احنا لازم ننتبه كمسؤولين، مش على قد المحافظ بس، مش على قد مدير الامن بس، كلنا امشي وهينك بص على حاجتك، بص على بلدك، ويقول يا ترى انا ارضى ان بلدي تبقى كده واسكت؟ زي ما انتوا شفتوا كده الحيين الصغيرين اللي جنب المينا يبقوا كده؟ لا. فانا عشان كده بميل للعمل المركزي. العمل المركزي ايه؟ ابننا. ده عبء كبير يا دكتور مصطفى، عبء كبير. لكن لغايه لما البلد تصطف، تصطف يعني ايه؟ لغايه لما يبقى في دوره عمل منضبطه وبنحترمها كلنا، انا متصور ان احنا مش هنقدر نتحرك غير بالطريقه دي. الازاله لسطح الارض، والارض خلاص ما يبقاش دي تتحط في البلاك ليست، في القائمه السوداء، ما تاخدش ترخيص تاني. الراجل اللي عمل الموضوع ما يسابش ده. انت بدل ما تقول لي انا ازلت 1000، تقول لي 1773 تم القبض على 1773. تم القبض يا فندم على 1773. طب ما تقبضش عليهم، شكرا، اهلا وسهلا، اعمل تاني مخالفه. انا بقول كده وانا عارف ان ده عبء كبير جدا على وزاره الداخليه، لكن اذا كنتوا في الاول هيبقى عبء في الاول. ليه؟ لان الناس مش متعوده منكم ده. لغايه لما الناس تتعود، اللي بتخالف طبعا يلاقي نفسه ان هو بيتاخد، يوم حاله الردع يقول لك لا 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 مش هيسيبونا، هيمسكونا. بدل ما يبقوا 1700 هتلاقيهم بقى 100 170، بعد ال 170 يبقوا 17، بعد 17 يبقى واحد ولا اثنين، خلاص امر يسهل للمحافظ التعامل معه والتعاقب. طب انا اوقف المباني زي ما انا قلت كده في كل المحافظات لغايه لما اظبط ده؟ والله ده قرار مين؟ محافظ. اذا كنت انت كمحافظ مسيطر على التخطيط اللي عندك وتنفيذه، انا هبقى شاكر لك. طب مش قادر تسيطر عليه لأي سبب بقى، تقول الإدارة اللي عندي مش كفاية، تقول لي ما في إجراءات أخرى، ما في عندي جامعات موجودة في نطاق كل محافظة تقوم بدور مجتمعي في الإشراف على التخطيط عمراني محترم وتنفيذه بالتعاون مع المواطنين اللي هم عايزين يبقوا يعملوا حاجة زي كده. المواضيع دي مش هتخلص دي. وإذا كان النهاردة يعني بتكلمني على 130 135 ألف تعدي خلال 10 سنين من 2011 لغاية 2011، يعني دول لو انت قلت في كل في كل في كل تعدي من دول 10 بني آدمين، يعني انت بتتكلم في 1,300,000. بتتكلم في قد ايه؟ 1,300,000، يعني مدينة تانية، مدينة تانية. عشان كده بقول لدكتور عاصم، مخططاتك اللي انت عايز تعملها في التوقيتات اللي انتوا حاطينها دي، لا يا فندم، لا يا فندم، انت عايز تكلمني في 2 لـ3 سنة تكون حاطط لي 200,000 300,000 وحدة سكنية. ليه؟ عشان نعمل تشبع للسوق في اسكندرية او في اي حتة تانية الناس عايزة اهو. يبقى انا وانا بزيل ساكن مخالف يبقى ليه حق، لان انا وفرت له. يبقى انا ايه؟ وفرت له. احنا كنا نقدر نقول للناس اللي هنا في المناطق اللي هي البسيطه ديت، تعالى نمشي من هنا الا اذا كنا نبني له اللي احنا بنينه ده. وهتشوفوا في العرض اللي جاي احنا تخطيطنا الاسكندريه مش لبيت الدوله قد ايه، هتشوفوا حجم ضخم جدا. يا ترى قائد المنطقه الشماليه في اسكندريه بيمشي يلف يشوف الدنيا فيها ايه؟ امال ايه؟ تلف وتشوف، بص، وده ما يعجبكش وده يعجبك، واللي ما يعجبكش تتكلم فيه. الموضوع مش على قد الجيش بس دلوقتي او الشرطه،
الموضوع دلوقتي على قد ان احنا عايزين نرجع الدولة المصرية دولة تاني، دولة حقيقية فيها التزام وانضباط مننا كلنا، وكلنا بنحترم القانون وبننفذه. مش هيقدر ابدا الداخلية تعمله لوحدها، ولا الجيش هيقدر يعمله. كل انسان فينا، كل انسان فينا ماشي عشان ما تبقاش احنا غايبين عن الناس، نبقى شايفينها ونبقى عندنا نبضها. وازاي بقى نحل المسألة في ان انا الدكتور عاصم يحط تخطيط تقول لك 2030 اخلصه، واخبار حضرتك لا مش هينفع. لو هوقف النهاردة يا دكتور مصطفى البناء في اسكندرية 6 شهور ولا سنة، لازم معدلات يعني كارفور انتوا بقالكم 3 سنين بتبنوا فيه مش كده؟ 3 سنين كارفور صح كده؟ مشروع كارفور سنة واحدة يا فندم، سنة عقبال ما استلمتوا الأرض بقى ولا إيه؟ ها؟ بقالنا سنة. أنا ما أعرفش. أنا اتكلمنا في الموضوع بتاع كارفور ده لما جينا نعمل محور المحمودية، قلنا الأرض دي قدام دي، ولا أنا مش واخد بالي؟ صحيح. مش كده يا دكتور مصطفى؟ لما جينا نعمل محور المحمودية يا أحمد كان إمتى؟ مش كده؟ قلنا يا فندم عشان المحافظة ده تكلفة كبيرة جدا عليها، تتخذ الأرض بتاع كارفور في مقابل الجهد اللي هتعمله الدولة لصالح المحور وكلام من هذا القبيل. كير يا فندم. أيوة. صحيح. أنا بقول للدكتور عاصم عشان بس نبقى الأمور واضحة. قلت بقى إن إحنا ناخد وقت عقبال ما نعمل تصميماتنا وكلام من هذا القبيل، ده التحدي. ده يا فندم؟ تحدي. التحدي. تمام يا فندم. لأن أنا النهاردة لو كنت بدأت من سنتين وخلصت، حد للناس فرصة يقول لك طب ما هم بيعملوا وبيقدروا يخلصوا الحاجة وبسرعة وبشكل كويس وحضاري ومحترم وتكلفة مالية مناسبة. تكلفة مالية مناسبة. وده أمر لازم نقنع. وأنا عشان كده عارف إن إحنا بنتكلم والناس سمعانا دلوقتي. عايز أقول للناس اللي بتشتري ما تخافش، أنا هوفر لك وهوفر لك حاجة محترمة قوي. مش بقول كده عشان حاجة، عشان بس الكلام ده ما يحصلش تاني. لأن هو لو كان اللي بيبني ملاش حد خد منه، اللي بيبني لو لقى ما حدش خد منه مش هيبني. لكن هو بيبني لأن في ناس بتشتري منه، ففي طلب. معنى في طلب يا دكتور عاصم يبقى أنا مش قادر أوفي الطلب. أوفي الطلب. تقول لي طب عايز المستثمرين العقاريين هنعمل معهم إيه؟ تتوجد صيغة بيننا وبينهم عشان عايزهم يشتغل مش كده؟ صحيح. وماله؟ تعال اشتغل معانا وبيع للناس وزي ما انت عايز، اوفر لك الارض وفي تخطيط تعمله. لكن احنا بالطريقه ديت هنفضل نجري ورا الناس، ومنظر مؤلم للمواطن العادي يلاقي مبنى ارتفاعه 7-8-10 ادوار بيتكسر تاني. فلغايه لما الامور تنضبط احنا كدوله لا. وعشان كده يا دكتور مصطفى لو الموضوع محتاج ضخ استثمارات 50-100 مليار تاني للمواضيع دي نضخ. عشان اولا احنا هنشغل ناس مش كده ولا هنشغل ناس، وفي نفس الوقت نوفر سكن مناسب بتخطيط محترم لكتله كبيره لغايه لما الامور تستقر والموضوع ده ينتهي. عدا المشاريع القومية في المدن، أنا شايف إن القاهرة واسكندرية والجيزة إيقاف مش بس للتراخيص، إيقاف للبناء. محدش يبني يعني، هو خد ترخيص لغاية لما أشوفك بقى. أنا اديتك ترخيص ب10 والأرض اللي حوالي منك ما استحملش، طب هتركن الناس فين؟ طب هتمشي الناس فين؟ مش أنتوا كنتوا بتقولوا إن إحنا وإحنا بنعمل العاصمة إحنا بنهمل القاهرة لا نعملش لبلدنا. كل حتة فيها تحت عينينا وعلى عينينا، كل حتة فيها تحت عينينا وعلى عينينا، لينا كلنا كمسؤولين، لينا كلنا كمسؤولين. انتوا بلد في مواجهة مع مستقبلها، دولة في مواجهة مع مستقبلها، عايزة الهمة والجدية والمسؤولية بلاس. طب واللي هو يعني كويس بس مش قادر كده ما يجراش، شكرا أنا مش قادر.
لكن الجدية والمسؤولية والإخلاص. طب نفضل كده العمر كله لغاية لما نمشي أو نقابل ربنا. تفضل. تمام. شكرا. احنا يعني بنعاد سعادتك ان شاء الله في خلال المرحله اللي جايه ان شاء الله تتم توجيهات سعادتك اللي امرت بيها دلوقتي واللي سبق امرت بيها ان شاء الله بنبقى معدلات واعلى ان شاء الله باذن الله تعالى. شكرا سعاده الدكتور.